دكتور محمد الشامي هو طالع من العيال. لسه انت كنت في بالي حالا من ما فيش من بعد عايش ولا مش عارف تعيش ده انا من ما فيش سبتك وحاسس انك انت ما سبتنيش ما يهمنيش مين اللي سايب فينا نفس النتيجة انا وانت طالعين خسرانين وانا مش بخير بعدك وكان كان هيجي الخير منين الله فكرت انك رحت مني مش قابلها شوف نهاية انا وانت قردي نستقبلها ده انت لو هتقول نسيت واسمعها منك برضو هعتبرك كأنك مش قايلها فكرت انك رحت مني مش قابلها شوف نهاية انا وانت قردي نستاهلها ده انت لو هتقول نسيت واسمعها منك برضو هعتبرك كأنك مش قايلها الله.